بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الافاضل اينما كنتم مرحبا، اهلا وسهلا، نحييكم ونلتقي بحضرتكم مباشره من ملعب كربلاء وسط اجواء كرويه كبيره جدا ورائعه، ومجريات المباراه في الجوله الرابعه في دوري ابطال اسيا لهذا الموسم، مباراه الجوله الرابعه التي تجمع بين نادي الزوراء العراقي ونادي النصر العالمي السعودي الذي ينزل ضيفا ثقيلا فنيا، ثقيلا كرويا، خاصة بعد فوز الثقيل في مباراة الجولة الثالثة على نفس الفريق بالأربعة، فاز عليه بأربعة مقابل واحد. النتيجة كانت ثقيلة سمحت لنادي النصر بتحقيق أول انتصار له في هذه البطولة لهذا الموسم، ليصبح الفارق بينه وبين الزوراء نقطة واحدة. زوبهان في الريادة طبعا بسبع نقاط. مباراة فاصلة دفاعية من جانب نادي الزوراء، هاي الكرة الصعبة والخطيرة، محاولة المرور عبد الله دولالو، أول تسديد أعتقد من عبد الله الدوسري، وأول ارتماء من جلال حسن، وكادت تكون الانطلاقة هنا من قبل فهد الجميع، كرة بعيدة والحكم المساعد يرفع الراية بعد مرور خمس دقائق لعب منذ انطلاقة الشوط الأول، صفر مقابل صفر، نادي الزوراء العراقي لصالح نادي النصر، والكرة البعيدة تماما راحت ضربة مرمى، يقول حكم المباراة في كرة القدم. كما تعرف الجماهير السعودية أيضا الكرة جيدا، سلل الكرة خطيرة وانطلق حسين، كرة صعبة وخطيرة حسين، ما زالت الخطورة مرة ثانية من هنالك، العودة للخلف والتسديدة رائعة، جلال حسن مرة ثانية ينقذ مرمى من هذه التسديدة من عبد العزيز الجبرين. النصر محاولة المرور من فهد الجميع، توزيع هيلة والدفاع يتدخل ويحية ويستعيد ثقته، الركلية تنفذ وجلال حسن على مرتين من فهد أمام جلال حسن البارع، الركنية وبابا خطيرة، يا سلام على اللعبة وعلى الراسية وعلى الحارس، يا سلام، هائلة من أروع ما يكون، ولكن جلال حسن كان لفهد الجميع، كرة خطيرة ولا عبد الله السالم كاد يفعلها مرة أخرى، اللعبة الثنائية الرائعة هنا، شوف كيف تلفق عبد الله، لم يكن يسرى من مرمى وليد عبد الله، الكرة الخارجة في اتجاه الرؤوس، لا لا لا، الكرة قصيرة هذه، كرة صعبة من هنالك السعودية بعيدة في القائم الثاني وبعيدة تماما على جانب عناصر نادي النصر عن طريق يحيى الشهري، توصل من هنالك كرة خطيرة، بابا بابا تغطية دفاعية من هنالك، عبد العزيز الجبرين يتفوق ولكنه فيه خطأ، يقول حكم المباراة، قيرورتها توحي بأن كل شيء يبقى وارد فيها، هو سوي بالراس، اولا لا رايع الكرة هذه من فهد الجميع الذي سبق ثنائي الدفاع الزوراء بهذا الشكل، كرة بعيدة تماما وصعبة وخطيرة، هنا محاولة المرور عن طريق جول، هدف أول من على عباس، الثالث له في دوري أبطال آسيا، بروعة من هنالك، يباغت الحارس وليد عبد الله في أول كرة وأول فرصة لنادي الزوراء في هذا الشوط الأول، يهز الشباك من هنالك على عباس، جول أمام دفاعية